القرشي قد أرجى انتقامه من أبرهة، وسوف ينقض عليه إن آجلا أو عاجلا. لهذا يجب الإسراع بالعمل لكي أنقذ صديقي أبرهة من غضب النجاشي وأحصل له على العفو الشامل. ولكن من هؤلاء الذين يستضيفهم صالح؟ من أين قدموا؟ لابد أن أدخل لأعرف من هم، فقد يكونوا من أعدائنا وقد جاءوا للتآمر معه ضدنا. سلام لكم. إذن فقد عدت من القصر. كان قصرا عظيما فاخرا، فأصبح أطلالا عظيمة فاخرة. هكذا الدهر لا يبقي على شيء. عرفني إلى ضيوفك. هذا هشام بن المغيرة، سيد من سادات مكة الكبار، وهذا حرب بن أمية، لا يقل عنه مكانة. إني لا يسعدني كل السعادة أن ألتقي بسادات مكة وأشرافها. وإنا لا يسعدنا أن نلتقي بك يا سيدي ونتعرف عليك. وهذا عظيم من الإسكندرية، واسمه مشتق من اسمها. السكندري، وزير الملك أبرهة ومستشاره الخاص. أهلا بك ومرحبا يا سيدي. كنت أفكر في زيارة مكة والإقامة بها أياما، ولم يكن ينقصني إلى التعرف بأصدقاء من أهلها. مكة وأهلها يرحبون بك. يقولون إن بها بيتا يعظمه الناس، ويفدون إليه من كل مكان للحج والزيارة. إنه بيت الله الحرام. زدني معرفة به. هو أول بيت وضع للناس على الأرض، بنته الملائكة ثم آدم، ثم رفع قواعده إبراهيم مع ولده إسماعيل. لازلت أطمع في المزيد من المعلومات عن هذا البيت. كما تشاء يا سيدي. وأول من طاف بهذا البيت آدم، ومن بعده أولاده، ولا يزالون يطوفون بهذا البيت، وهم يرددون هذا الهتاف الخالد: لبيك اللهم لبيك. مولاي، ماذا وراءك أيها الكاتب؟ سفير من عند كسرى أنوشروان. من عند كسرى أنوشروان؟ أجل يا مولاي، إنه ينتظر بالخارج. دعه ينتظر، واستدعي وزيرنا السكندري على الفور. الوزير غير موجود منذ الأمس يا مولاي. أين ذهب؟ لا أحد يدري يا مولاي. حسنا، دع السفير يدخل. أدخل السفير أيها الحاج. السلام على مولاي الملك أبرهة المعظم. وعليك السلام أيها السفير. تكلم، ماذا عندك؟ هذا كتاب من مولاي الملك كسرى أنوشروان عظيم الفرس. إذن فقد نشبت الحرب بين الفرس والروم. أجل يا مولاي. ويريد كسرى أن نعينه على الروم بما نملك من قوة ومن سلاح. أجل يا مولاي. هل شفي مولاك من حزنه على مقتل ذي نواس وزوال ملكه، أم لا يزال حزينا؟ كان ذلك بالماضي يا مولاي، وقد تغير كل شيء الآن. وهل نسي مولاك الصلة التجارية بيننا وبين الروم، أم لا يزال يذكرها؟ لا أدري بماذا أجيب، ولكن... ولكنه تناساها، أو لعله تجاهلها عمداً، كما تجاهل أن هذه الصلة أساسها الدين الواحد، دين المسيح.
أيها السفير. أمر مولاي. أنت في ضيافتنا اليوم، وغدا نبلغك بما نريد أن تنقله إلى مولاك. السمع والطاعة يا مولاي. أجل، لا بد أن أرى وزير السكندري وأعرف رأيه. أرجو أن تبلغ سلامي إلى عبد المطلب. لقد وعدت بالحضور لزيارتنا في القريب. سأفعل عندما تسمح الظروف، وإني لأرجو أن تسمح بذلك في أقرب وقت. صاحبتكم السلامة. ما رأيك؟ ما دام الأمر كذلك فاسمع يا مولاي ما كنت أفكر فيه منذ صار إليك الملك ولم أصارحك به انتظارا للوقت المناسب. حسنا، هات ما عندك. كنت أفكر في نشر سياسة قيصر وسلطانه مع دين المسيح، وفي وصل ما بين قيصر في الشام وحلفائه في اليمن، وفي أن أخضع ما بين هذين القطرين من الأرض سلطان قيصر والنجاشي معا. ولماذا سلطان قيصر والنجاشي؟ النجاشي معين لقيصر على عدوه كسرى. وما رأيك في كتاب كسرى هذا؟ أعده إليه مع الرسول دون كلمة واحدة. هذا ما قررته بالفعل، ولكن هناك ما يحير فكري منذ تلقيت ذلك الكتاب. وما هو يا مولاي؟ كيف كتب إلي كسرى يطلب مساعدتي ولم يكتب للنجاشي؟ مولاي، أنت اليوم مرموق المكانة، والكل يحلم بمعاهدات صداقة معك، وأولهم ملك الروم نفسه. ملك الروم نفسه يلجأ إلي دون أن يلجأ للنجاشي؟ إنه إن تحالف معك يجعلك تزحف للاستيلاء على الحجاز. الحجاز؟ أجل، وبهذا يقضي على آخر فاصل يفصل بيننا وبين الروم وبين الحبشة، ويحقق حلم الإسكندر وأوغسطين. وبذلك يكون قد وجه ضربة قاضية للفرس دون خوض غمار الحرب. تماما يا مولاي. ولما لا نحاول نحن تحقيق هذا؟ ربما نفكر في تحقيق هذا بعد أن ننتهي من إعادة اليمن إلى يمنها ونصلح أحوالها الفاسدة المضطربة. بل أفضل أن نبدأ الآن. نحن لا نضمن أن توافق القبائل على هذا، وعلينا أن نصبر حتى نمهد للأمر. ثم إنني قد شغلت نفسي هذه الأيام بأمر هام فيه إعلاء لمكانتك وزيادة في مجدك، وفيه إرضاء للنجاشي أيضا. كيف يا صديقي؟ لابد أن نبني هنا في صنعاء كنيسة كبيرة نجعلها تحفة من تحف البناء والعمارة. أنت على حق، لابد أن تكون لنا كنيسة عظيمة، ولكن ما صلة ذلك بالنجاشي؟ النجاشي كزعيم للدين المسيحي في المنطقة يقلقه ويقض مضجعه تهافت الحجاج العرب على الكعبة في مكة. أيها المصري الذكي، إنك داهية والله. هيا
ابدأ في بناء هذه الكنيسة، سخر لها المال بل الألوف، أريد أن أنتهي منها سريعا. أمرك يا مولاي، ولكن اسمح لي أولا أن أزور بيت مكة وأعرف أسباب عظمته وحب الناس له قبل أن أبدأ في بناء الكنيسة. كما تشاء. ولا تنس أن تزور بيت أخيك عبد الله وتطمئن على آمنة وعلى جنينها. أفعل يا والدي. طالب، ها هو ذا يجلس. ماذا تريدين؟ أريد أن أشكو له ولده أبا لهب، أليس كذلك؟ أجل، فهو يلاحقني في كل مكان. عجبا لهذا الولد، ألا يريد أن يقف عند حد؟ نعم لا يريد، ولن يكف حتى توقفه أنت عند حد الأدب، وإلا فسوف أذهب لامرأتي أم جميل وأفضحه عندها. اللعنة عليهما معا. حقا إنها لا تقل عنه سخفا وحماقة، ولكن لا يفل الحديد إلا الحديد. لا بأس يا فاطمة، سأتولى نصحه اليوم. نصحه؟ هذا الولد لا يفيد معه نصح، لابد من زجره وتأديبه. اذهبي راشدة يا فاطمة، وسأتولى أنا تدبير الأمر. وبعد لهذا الولد الفاسد الفاسق. دعني أذهب إليه يا والدي لأنهره. لا، بل أذهب أنا إليه بنفسي وأعطيه درسا في الأخلاق لا ينساه أبدا. حسنا، سوف أذهب معك. يبدو أنك غريب عن البلاد. أجل، وقد جئت أزور صديقين لي هنا. من تعني؟ هشام بن المغيرة وحرب بن أمية. لقد رحل منذ أيام مع العير. يا للحظ السيء، إنني لا أعرف أحدا هنا غيرهما. كلنا حرب وهشام، ماذا تريد؟ لا شيء لا شيء، لقد جئت حاجا لبيتكم. هذا بيت الله وليس بيتنا. ألي هذا تعظموه؟ دون شك. زدني معرفة به، حدثني الكثير عنه. تعال فاجلس معنا وسوف نشبع رغبتك في معرفة كل شيء. وكيف وجدت ذلك البيت؟ بيت بسيط المظهر، لا زخرف فيه ولا نقوش ولا رسوم. إذن لماذا يتهافتون على حجه بالألوف كل عام؟ يعتقدون أنه بيت الله على الأرض. لن يكون لله بيت على الأرض غير الكنيسة التي سنبنيها نحن، وليكن اسمها القليس. خيرا، ماذا عندك؟ كتاب من أبرهة يا مولاي. لنرى ماذا يقول فيه. مولاي ملك الملوك النجاشي العظيم، لقد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك من قبلك، فقد نقلت إليها أروع وأبدع ما حواه قصر الملكة بلقيس، ولست بمنتهن حتى أصرف حجاج العرب إليها وأجعلهم ينسون تماما أن في مكة بيتا يحج إليه. أحسنت يا أبرهة، أحسنت كل الإحسان. Thank you.
لقد رغبنا العرب في الحج إلى القليس بكل الوسائل، أحرقنا فيها أندر أنواع البخور، رتبنا لها كبار القصص والرهبان، وجعلنا لهم من أمتهم حاكما، فعلنا كل شيء، ومع ذلك لم يحضر للحج واحد من العرب. لماذا؟ لا تنسى يا مولاي أن العرب أهل وثنية موغلة في القدم. ولا تنسى أنت أنهم يعظمون سلطاني. هذا صحيح، ولكنهم يكرهون دينك، وتمنعهم وثنيتهم أن يستجيبوا له. ومع ذلك فلا داعي للياس. ماذا تعني؟ سأفكر في الأمر. ولا بد أن أجد الوسائل التي تراقب الوفود في القدوم إلينا والحج إلى قليسنا. أرجو أن توفق في ذلك وأن ننتهي منه سريعا. مولاي أبرهة العظيم، ماذا وراءك؟ كبير السدنة بالباب يا مولاي. كبير السدنة؟ أدخله على الفور. أمر مولاي. السلام على مولاي أبرهة العظيم. وعليك السلام يا بدي. لو أنك أرسلت إلي لحضرت بنفسي وجنبتك مشقة الانتقال. لم أستطع الصبر يا ولدي بعد أن رأيت ذلك الأمر العظيم. الأمر العظيم؟ ماذا تعني؟ أيرضيك أن تنتهك حرمة القليس اليوم؟ لا وألف لا. إذن فاعلم أيها الملك أني رأيت القليس وقد لطخت بالقاذورات. الويل لمن فعل ذلك بقليسنا؟ الويل ثم الويل له. من الذي تجرأ وفعل هذا؟ لا يجرؤ على هذا الإثم إلا واحد من هؤلاء الذين يأتون من تهامة، حيث لهم بيت هناك يقدسونه ويحجون إليه يسمونه الكعبة. أقسم لأهدمن هذا البيت وليحملن العرب جميعا على الحج إلى قليسنا بالسيف. هذا ما كنا نتوقعه منك أيها الملك العظيم. بارك الله فيك وفي سيفك، وحفظك نصيرا للنصرانية والنصارى. ما رأيك؟ لا محل لهذا السؤال يا مولاي، وقد أقسمت أن تهدم الكعبة وترغم العرب على حج القليس بالسيف. لقد أعيانا حملهم على ذلك بالرفق واللين. كان باستطاعتنا أن نفعل أشياء كثيرة قبل أن نهدم البيت ونستجلب الحجاج بالسيف. لقد قررت هدم هذا البيت وتحويله إلى أنقاض وأطلال، سأجعله أثرا بعد عين. كما تشاء يا مولاي. اجلس ولنتباحث في الأمر. نعم. لماذا تعارض فكرة هدم الكعبة؟ مولاي أنا لا أجرؤ على معارضة فكرة تريد تنفيذها، ولكنك ماذا؟ كنت أفضل ألا نتعامل مع العرب بالسيف، وألا نذهب لنهدم بيتا أجمعت القرون الماضية على أنه بيت الله في الأرض. بيت الله على الأرض هو قليسنا، إنه أضخم وأعظم وأفخم. مولاي أبرهة العظيم، ماذا عندك؟ تكلم. قتلوا العربي الذي عظمناه وجعلناه عليهم حاكما يا مولاي. ويحك، ماذا تقول؟ أهل تهامة يا مولاي قتلوا العربي الذي عظمناه وجعلناه حاكما عليهم. الويل لهم. أذن على الفور بالتجهيز للحرب. أمرك يا مولاي. ما أظنك أيها الوزير ترفض استعمال السيف بعد أن سمعت ما سمعت. لا،
ولكن أرى أن تستأذن النجاشي وأن تسأله المدد يا مولاي. نعم، سأطلب منه الجنود والسلاح، سأطلب فيه له الكبير المدرب على اقتحام المعارك العنيفة، وسأكتب إلى أقيال اليمن وأزوائها لكي ينضموا إلينا. هذه أول معركة ننتصر فيها. لقد خرج أصحابها يدافعون عن حلفائهم من قريش، ولكننا هزمناهم وأخذنا رئيسهم أسيرا، ولا بد من قتله. أيها الحارس، إلي بذلك الرئيس. أمر مولاي. لا تقتله يا مولاي. بل سأقتله وأمثل بجثته ليكون عبرة لمن يعتبر. تقدم. مهلا أيها الملك، لا تقتلني، فعسى أن يكون بقائي على قيد الحياة أفضل لكم من قتلي، وعسى أن يكون مقامي معك خيرا من ذهابي عنك إلى غير رجعة. حسنا، سأبقي على حياتك على أن تكون في خدمتنا. لك علي هذا أيها الملك. سنرى، خذوه وليبقى في الأسر. والآن فلنستأنف السير. مولاي، بعد قليل سنصل إلى أكبر أحياء تهامة. ماذا تعني؟ سوف نصل إلى حي خثعم، وهو أقوى وأعظم أحياء تهامة، ثم إنه متحكم في الطريق وفي القوافل التي تقطعها. لا يعنيني هذا كله. هيا مر الجيش بالتحرك على الفور. لقد جمعتكم اليوم لأقول لكم إن أبراهة يريد هدم الكعبة، وإني أدعوكم إلى قتاله ومجاهدته عن بيت الله الحرام وما يريد من تخريبه وإفنائه. وهذه هي المعركة الثانية التي ننتصر فيها على العدو انتصارا ساحقا. أجل يا مولاي، وقد كانت معركة رهيبة شرسة. سيكون النصر حليفنا في كل المعارك، وسوف نعود إلى البلاد وقد سوينا تلك الكعبة بالأرض تماما. قدم. لقد أمرت بقتله، لماذا لم تنفذ الأمر؟ أيها الملك، أبقي على حياتي وسأكون دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قبائل خثعم بالسمع والطاعة. حسنا، لا تقتلوه، احتفظوا به حتى أنظر في أمره. عشت أيها الملك. والآن فليتحرك الجيش. ولما وصل أبراهة بجيشه إلى بيت اللات بالطائف، خرج إليه مسعود بن معتب مع رجال من ثقيف، وقدموا الطاعة وأظهروا الخضوع، ثم أرسلوا معه أبا رغال ليسلك به وبجيشه أقرب الطرق إلى مكة. لعنة الله على أبي رغال هذا، إنه أسوأ من عرفت في ثقيف. لقد سار أبو رغال حتى المغمس، وهناك هلك بداء غريب. هذا جزاء الظالمين. يا قوم، يا قوم، أدركوا أموالكم يا قوم. ماذا حدث أبا طالب؟ أبرهة الأشرم بعث برجال على خيل له بقيادة رجل يدعى الأسود بن مقصود، وقد اغتصب أموال أهل تهامة وفيها 200 بعير لنا. الويل له ثم الويل. لا بد من قتال أبرهة وتأديبه. نعم، فلنخرج له ولتكن الحرب بيننا وبينه. مهلا يا قوم، مهلا. ماذا تريد يا عبد المطلب وقد جاء يهدم الكعبة؟
أنا لا أحبذ القتال مع أبرهة أو الدخول معه في حرب. لابد أن نشنها عليه حامية الوطيس. إنها معركة غير متكافئة وسنخسرها في الجولة الأولى. كيف يا أبا الحارث؟ لقد جاءكم أبرهة بجيش ضخم، أعد رجاله أحسن إعداد وزودهم بأقوى سلاح وجعل الفيل في مقدمتهم. الفيل؟ نعم، فيل كبير مدرب على القتال، ما دخل معركة إلا وانتصر فيها انتصارا ساحقا. لا تضخم الأمور يا عبد المطلب. أنا أقول هذا لنكون على حذر وحتى لا نخوض معركة غير عادلة تذوب فيها قريش أمام جبار طاغية لا يرحم، ثم تؤوب قريش بعار الهزيمة. وما العمل إذن؟ فلنترك الأمر لله وحده، فهو جبار السماء والأرض، وهو وحده القادر على صد أبرهة وجيشه وألوف مثلهم. هذا هو الرأي الصائب يا قوم، لقد هزم أبرهة كل من تعرض له في الطريق، ولو تعرضنا له فسوف يهزمنا هزيمة لا نرفع الرأس بعدها أبدا. فماذا أيضا يا نفيل؟ زدني معرفة بطبيعة هذه البلاد. لقد قلت كل ما أعرفه عنها أيها الملك. وأنت يا ذا نفر؟ هي بلاد قاسية الطبيعة، وأهلها قوم لهم إباء وشمم، لا يقبلون الضيم ولا ينامون على الظلم. وصل حلطته يا مولاي، دعه يدخل. اذهب إلى مكة واسأل عن سيد أهلها، ثم قل له إننا لم نأتي لحربهم وإنما جئنا لهدم الكعبة، فإذا اعترضوا طريقنا فسوف نقاتلهم قتالا مريرا. السمع والطاعة يا مولاي. وإن وجدت أنهم لا يريدون حربنا فأحضر كبيرهم إلى هنا. أمرك يا مولاي. إلى أين أنت ذاهب يا أبا الحارث؟ إلى دار الندوة يا سمراء، القوم ينتظرونني. لماذا؟ هل قررتم قتال أبرهة؟ كلا، لم نقرر شيئا بعد، ولكن الرأي عندي ألا نفعل. وهل وافق أصحابك على رأيك؟ مولاي، مولاي. خيرا يا ميمون. بدار الندوة رجل ينتظرك. من هو؟ يقول إنه رسول الملك أبرهة. إني ذاهب إليه على الفور. وفقك الله وسدد خطاك. كيف هذا الرسول يا ميمون؟ رجل يمني مسلح من رأسه إلى أخمص قدمي. وما هي أخبار أبرهة؟ لقد سمعت أنه لا يريد قتالنا. أين نصع؟ ما أخبار آمنة اليوم؟ ذهبت إلى هناك وأخبرتني أن سيدتي آمنة على خير حال وأنها في شوق إليك. ما منعني عنها إلا مرضي وتلك الأخبار التي تشغل بال الجميع في مكة. وعلى أي حال سوف أذهب إليها فورا. والآن أيها الصديق القديم،
هل عندك غناء لنا فيما نزل بنا؟ ما غناء رجل أسير في يد ملك ينتظر أن يقتله بكرة أو عشية؟ الحق ما تقول، ولكنك تستطيع أن تساعدنا ولو بالرأي السليم. إن أنيسا قد أصبح من أعز الناس وأقربهم إلى نفسي في الفترة الأخيرة. ومن هو أنيس هذا؟ سايس الفيل. وما الذي يستطيعه لنا سايس الفيل؟ سوف أوصيه بك وأعظم عليه حقه، والأذهب قبل أن يعود أبرهة. الملك أبرهة العظيم. مولاي الملك، هذا عبد المطلب سيد قريش ورأس مكة، وهو يطعم الناس بالسهول والطير والوحش برؤوس الجبال، فأذن له أن يتكلم بحاجته. أهلا وسهلا ومرحبا شريف مكة وسيد ساداتها. شكرا لك أيها الملك. تعال أيها الشريف فاجلس هنا إلى جواري. أجلس معك على سرير ملكك؟ أجل، لا والله لا يكون هذا أبدا. والآن ما حاجتك لأقضيها لك؟ حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير التي أصابها رجاله. أهذا ما جئت تطلبه مني؟ أنت شريف مكة وصاحب الأمر والنهي فيها، جئت تكلم أبرهة العظيم في 200 بعير؟ نعم أيها الملك. هل نسيت أنني جئت أهدم بيت عبادتكم؟ أهدم كعبتكم؟ لا، لم أنس هذا أيها الملك. أتكلمني في 200 بعير؟ جئت تريد استردادها وتترك بيتا ودينك ودين آبائك، شرفك وشرف أجدادك، لا تكلمني فيه؟ أجل أيها الملك، لا أكلمك فيه. لقد أعظمتك حين رأيتك، وإني الآن لو أصغر من شأنك. مهلا أيها الملك، إنني أنا رب الإبل ولهذا أحدثك فيها، أما البيت فإن له ربا يحميه ويمنعه. لن يمنعه مني. أنت وذاك، اهدمه إن استطعت، ولكن رد علي إبلي. لقد رددناها عليك، ولسوف أمضي إلى البيت فأجعله أثرا بعد عين. هذا آخر ما كنت أتوقعه. خيرا يا مولاي. أبشر، لقد أطلق سيد قريش يدنا في الكعبة، نهدمها كما نشاء. كيف؟ لن تمانع قريش في هدم الكعبة. هذا عظيم، ولكن ما رأي مولاي فيما عرضه سيد هزيل؟ ماذا عرض؟ 3 أموال تهامة، وما أكثر ما عند تهامة من أموال. في نظير أي شيء؟ في نظير التراجع عن هدم الكعبة. لن أتراجع أبداً عن هدم الكعبة، سأهدمها ولو عرضت علي أموال الدنيا كلها. ماذا حدث بعد انصراف عبد المطلب من عند أبرهة؟ اتجه إلى البيت الحرام، حيث وجد الناس مجتمعين هناك يضرعون إلى رب البيت أن يحفظ كعبته. أجل يا أبا طالب، إنه رب البيت وهو القادر وحده على رد هذا الطاغية، ولكن ماذا فعل أبوك بعد ذلك؟ قام مع نفر من قريش يضرعون إلى الله ويستنصرونه على أبرهة وجيشه.
ثم أمر الناس بعد ذلك بالخروج من مكة هربا من هذا البلاء. وأين يذهبون يا أبا طالب؟ أمرهم بالخروج إلى الجبال هربا من سطوة الجيش والمعرة. وهل خرج الناس؟ معظمهم خرجوا، والباقون ما زالوا يخرجون. مولاتي مولاتي، هيا هيا أسرعي. ماذا دهاك يا ميمون؟ لقد أمرني مولاي أن أصحبك والنساء إلى قمة الجبل. لم ينقصنا إلا أصحاب الفيل هؤلاء. وأنت يا سيدي أسرع إلى أبيك فهو يطلبك. حسنا، إني ذاهب إليه. أسرع يا مولاتي بإعداد كل شيء، فقد وصل أبرهة ظاهر مكة من ناحية الجنوب. ناصعة ناصعة. نعم يا مولاتي. هيا أعدي ما نحتاج إليه فسوف نخرج إلى الجبل. هكذا أمر مولاي خوفا علينا من أبرهة وجيشه. أنخرج ونترك مولاتي آمنة؟ حقا، كيف نخرج دون آمنة؟ سأذهب إليها وأحضرها. لا، بل سأذهب أنا إليها بنفسي. هيا بنا لنعد ما نحتاج إليه فوق الجبل من طعام وشراب. اذهبي أنت، إني متعب. تعال يا رجل، إنني متعبة أكثر منك. هيا. لا أرجو لهم سواك يا رب، فامنع منهم حماك. إن عدو البيت من عاداك. كيف تركت مكة يا أبا طالب؟ خلت من أهلها أو كادت، وأصبحت بيوتها خاوية يظللها الحزن العميق. يا قوم يا قوم يا قوم، ماذا بك يا ابن أمية؟ لقد رأيت شيئا مهولا مرعبا. رأيت جيشا يسد الأفق، يتحرك كأنه رجل واحد مدجج بالسلاح، وفي المقدمة فيل عظيم وهو الآخر مدجج بالسلاح. لست أدري لماذا تأخرت مولاتي هكذا. من يدري، لعل سيدتي آمنة قد وضعت حملها. لا، وقت الوضع لم يحن بعد. أين مولاتي آمنة؟ رفضت مغادرة مكة. كيف هذا؟ يعز عليها أن تضع جنينها بعيدا عن البيت الحرام وفي غير دار أبيه عبد الله. ولماذا لم تحاولي التأثير عليها يا مولاتي؟ حاولت، ولكنها أصرت وقالت: إن الله مانع بيتي، وليس للطغاة والجبابرة على البلد الحرام سبيل. حفظها الله من كل سوء.
ما أشد إيمانها. وما العمل الآن؟ سيدي ينتظرنا أعلى الجبل. لن أكون أقل إيمانا من هذه الأم الصغيرة آمنة بنت وهب التي أبت أن تبرح مكانها جوار الحرم. سوف أذهب إلى آمنة لأقيم معها. احمل أنت الأغراض يا ميمون. واذهب إلى مولاك فوق الجبل. أما أنا فسوف أبقى مع مولاتي أم الحارث ومولاتي آمنة بنت وهب. هيا هيا. عجيب أمرنا يا قوم. ماذا تعني يا أبا الحارث؟ في هذه الشدة الرهيبة لم نلجأ إلى آلهتنا هبل واللات والعزى ومناة. حقا يا أبا الحارث، ولكن ما معنى هذا؟ إنني أسأل نفسي هذا السؤال منذ أن جئنا إلى هنا. مولاي مولاي أبا الحارث. ميمون، لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ كنت أساعد صديقا لك على الهرب من رجال أبره. صديقا لي؟ من هو؟ تقدم يا ذا نفر، هذا سيدي. ذا نفر، أنت هنا؟ نعم، لقد هربت من أبرهة ورجالي وجئت إلى هنا. وكيف استطعت الهرب؟ انتهزت فرصة ارتباكهم وهربت. ارتباكهم؟ نعم، لقد أسقط في أيديهم بسبب تصرفات الفيل. تصرفات الفيل؟ وماذا فعل الفيل؟ عندما تهيأ أبرهة وجنوده لدخول حي الحرم ولم تبقى إلا وثبة واحدة، ثم انهار البيت وتتساقط الكعبة كسفا، إذ برك الفيل ولم يتحرك، ضربوا رأسه بالحديد، أدخلوا خشبة معوجة في جوفه حتى أدموه، أشعلوا النيران من حوله، فعلوا كل شيء، لكنه أبى أن يتزحزح وظل في مكانه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله